وصلنا معكم مشاهدينا لفقرتنا الطبية برعاية جو، وضيفتنا دكتورة منى غنيم أخصائية التغذية العلاجية، وهنتكلم عن تفاصيل مهمة ليها علاقة بالرجيم بالدايت. اهلا بك يا دكتور. اهلا بك يا استاذ. اظن يعني دي حاجه مهمه جدا، واكيد اي لما حتى في حياتك العاديه غير في العياده لما بتروحي في اي مكان لازم كل الستات والرجاله وكل قاعدين يقعدوا يسالوكي على نظام التغذيه والدايت وخس ازاي، وانا المفروض اخس كام كيلو وخسيت وتخنت والحاجات دي، صح؟ اه صح مظبوط. ده اهم حاجه دلوقتي. اه طبعا. الحاجه اللي انا حبيت اختارها عشان نتكلم عنها النهارده هي بس مش ازاي اعمل دايت، ازاي بعد ما انزل واوصل اللي انا عايزاه ازاي اقدر اثبت على اللي انا وصلت له. تمام. لان احنا الموضوع ده شائك جدا، يعني بيجي لي حالات كتير مثلا قبل اي حاجه تقول لي يا دكتور لو سمحتي انت هتثبتيني، انا اهم حاجه عايزه اثبت بعد الدايت. الحاجه الثانيه بقى وده بيبقى كارثه حقيقيه، ان احنا بقينا بنشوف حالات كتير بتيجي بعد مشاكل مرضيه تبتدي تقول لي يا دكتور انا يعني انا ما جيتش اخس الا لما حصلني مشكله زي السكر زي الضغط زي مشكله الغضروف حاجات من كده، فببتدي اتناقش معايا طيب انت ليه ما فكرتيش قبل ما تخشي في المشاكل دي انك اصلا تبتدي تعملي دايت؟ لا يا دكتور اصلا انا بخاف، لان انا عارفه ان اللي بيعمل دايت بيرجع تاني اكتر من الاول. فدي مشكله كبيره جدا عند معظم الناس، عشان كده انا حبيت اتكلم النهارده ازاي اقدر اثبت نفسي بعد ما انزل في الوزن او اوصل اللي انا عايزاه. اول حاجه ان انا لازم ابص ازاي انا نزلت اصلا في الوزن، لان دي مشكله رئيسيه، ان لو انا نزلت بسرعه ما بصيتش انا نزلت ازاي نزول صحي، محتاجه انزل نزول صحي، النزول ده ما ياثرش على عضلاتي ما ياثرش على فيتاميناتي ما ياثرش على معادن الجسم بتاعتي، لان لو نزلت واثرت على الحاجات دي بيحصل ان انا ممكن ارجع وبرجع بسرعه جدا اكتر من ما كنت كمان في الاول، فدي مهمه جدا. طيب النزول الصحي ده يبقى ازاي؟ ان انا لازم بعمل دايت متفصل على مقاسي، الدايت ده يبقى شبهي ما يبقاش بتاع حد ما يبقاش بتاع حد قريبتي، عشان ما يأثرش عليا ما يأثرش على هرموناتي. لازم اكون باكل كويس، الاكل بتاعي يبقى مش قليل قوي ما يخلينيش ان انا افقد حاجات مهمة زي ما احنا قلنا في البداية ترجعني تاني وكأني ما عملتش ايه اي حاجة. ده اول نقطة. النقطة التانية ان انا لازم اعرف ان هو الدايت ده هو عبارة عن ايه، عبارة عن لايف ستايل، هو شوية عادات محتاجة اتعود عليها واعملها بانتظام علشان اقدر ان انا احسن مستوى الحرق بتاعي، مش بعد ما اخلص الدايت خلاص انسى كل حاجة واجي اقول يا دكتور انا عايزك تثبتيني. هو للأسف ان احنا دايما بنقول للناس ودي بتبقى اجابة صادمة ان هو الاوبيستي او مرض السمنة هو كرونيك لابسنج ديزيز، يعني هو مرض بيرجع تاني في اي وقت احنا معرضين ان هو يرجع وهو مزمن موجود معانا. طب ده هل معناه انا مش هقدر اثبت؟ لا، لو انا حافظت على اللايف ستايل بتاعي على عاداتي اللي احنا بنتكلم عليها هقدر ان انا اثبت، ولو حتى زدت بتبقى زيادات بسيطه بقدر اتحكم فيها تاني. طيب ايه العادات او ايه اللايف ستايل اللي انا محتاجه ان انا اخد بالي منها؟ احنا بنقول ثلاث حاجات رئيسيين. اول حاجه شرب الميه، ودي مشكله كل الناس ان انا محتاجه اشرب ميه كويس جدا، انا اصلا جسمي. طيب انت بتتكلمي دلوقتي على بعد لما خسينا؟ او احنا خلاص، يعني انت دلوقتي قلتي ان الواحد خس بطريقه صحيه وبطريقه ما اذتش جسمي، يعني بالتدريج، دي اهم نقطه مش هنقدر نفوتها، انه المشاهدين اللي بيتابعونا دلوقتي ما تفرحيش ان انت تروحي تعملي نظام دايت قاسي بالزبط. او تعملي حاجه غلط هتضر جسمك بعد كده وهتتخنيهم تاني بالظبط، وهتضر الاجهزه بتاعه جسمك يعني على المدى الطويل، ما تفرحيش. فزي ما الدكتوره بتقول انه هنخس بالتدريج بالعقل كده واحده واحده، صح؟ ده دي طريقه وفي نفس الوقت ان الدايت اللي انا عملته او الرجيم ده يكون فيه كل العناصر الغذائيه، مش الغي حاجه وافضل مركزه على حاجه، كل الحاجات دي غلط. ايوه طبعا. تمام. ايوه طبعا. احنا بنتكلم على الدايت الصحي. خسينا. دلوقتي احنا بقى في مرحله مهمه جدا، التثبيت. أيوة. صح كده، مرحله التثبيت ازاي اثبت على الوزن. انت بتقولي ان اهم حاجه في موضوع تثبيت الوزن ده الميه، ازاي بقى؟ بصي الميه احنا اصلا جسمنا من 40-60% منه ميه، فاحنا اوريدي محتاجين نشرب ميه كويس، ضروري جدا. طول ما انا بشرب ميه كويس انا بحافظ على حاجتين، ما بعملش اختزال للميه في جسمي، الميه في جسمي ما بتعلاش كتير بتفضل كويسه،
وفي نفس الوقت انا بقدر احافظ على عضلاتي. احنا لسه بنقول وانا بخس لازم احافظ العضلات بتاعتي كويسه عشان هي مسؤول الحرق بتاعنا اصلا بتاع الجسم. فاصلا هي المكون الرئيسي للعضلات هي الميه. فلما انا مش بحافظ على شرب الميه فبالتالي حرقي وحش، فبالتالي حتى لو انا خسيت هرجع تاني ازيد لان عضلاتي ضعيفه، ما قدرتش ان انا احافظ على مستوى الحرق بتاعي. احنا الميه بنقول عليها طريقه لطيفه كده للشرب عشان ناس كتير قوي بتتضايق منها. اشرب ميه مثلا باخد كوبايه كبيره مع كل اذان صلاه وكوبايه كبيره قبل كل وجبه، يبقى انا وزعتها على مدار يومي وما نسيتهاش لانها حاجه مهمه ولازم اعرف ان هي عاده محتاجه اتعود عليها. الحاجه الثانيه هي مواعيد الاكل، مهم جدا ان انا احافظ على مواعيد الاكل بتاعتي زي ما بنعملها في الدايت محتاجين نعملها بعد الدايت، ان انا لازم اخد في اول 12 ساعه من يومي الوجبات بتاعتي منظمه، اخد من 3-5 وجبات، ما ينفعش يقلوا عن 3 وجبات. ما ينفعش بقول لا ده انا محتاجه اقلل قوي في التثبيت عشان افضل ثابته، لا بالعكس، الجسم بيشغل حاجه عنده اسمها الاستارفيشن مود، مود مجاعي، يبتدي يخزن ما يحرقش، فبالتالي ابتدي الاقي نفسي ان انا في التثبيت لا ده انا ممكن ازيد اكتر من انا كنت كمان بزيد اثناء فتره الدايت. يعني اقل حاجه 3 وجبات، فطار غدا عشاء، لازم فطار غدا عشاء لازم اوزعهم في اول 12 ساعه من يومي عشان يبقى حرقي كويس. يعني مثلا ابتدي من 10-10، من 11-11، لكن ما استناش اكل وجبه واحده بس في اليوم. الحاجه الثالثه بقى ودي المهمه، الحركه. على فكره في ناس مش بتحب تعمل دايت عشان الحركه، تيجي تقول له لا انا ما بقدرش، انا ما اقدرش اروح جيم، انا ما اقدرش اشيل، انا نفسي بيروح، انا بتكسف. ودي بنسمعها كتير. بتكسف من ايه؟ بتتكسف انها تمشي، بتتكسف ان حد يشوفها وهي ماشيه. عشان كده انا حابه اقول للناس ان عادي، انا مش محتاجه ان انا اعمل حاجه امشي بسرعه، ومش محتاجه ان انا اعمل جيم، مش محتاجه اعمل حاجات تبقى فيها ستريس عليا. انا ممكن ابتدي حسب مقدرتي. يعني احنا حتى في الرياضه بنقول بتختلف من حد بيشتغل من حد مش بيشتغل. ابتدي تدريجي، ممكن ابتدي في الاول مثلا 5 دقائق، تاني يوم 6-7، لحد ما اوصل ان انا اقدر امشي نص ساعه 5 مرات في الاسبوع، ده يبقى جميل جدا. امشي المشي الاول بالراحه لحد ما نفسي يرتاح، وبعد كده اوصل لحد ما احس ان انا بسمع ضربات قلبي. بس واحده واحده، لكن مش شرط من دي 1 في الدايت انزل جيم 3-4 ساعات ستريس كبير، لا انا بمشي مشي متوسط الشده. فدي مهمه جدا. يبقى انا لو حافظت على العادات دي هتفرق معايا جدا، انا بعد ما بنزل بثبت. حتى انت عارفه الناس اللي بتعمل عمليات التكميم او التحوير او الكلام ده، هم لازم برضو يتعلموا اللايف ستايل ده عشان لو ما حصلش برضو بيبقى عرضه ان هم يرجعوا تاني. اهم نقطه بقى الاستمراريه، الاستمراريه على الكلام ده هو اللي بيحافظ عليا، ومن هنا بتيجي التثبيت. يعني انا لما بحافظ على ده بقعد فتره. بس المشكله ان الستات مش بيحبوا يسمعوا الكلام ده، تقول لك لا انا ما بقدرش ان انا استمر على الكلام ده فتره طويله. بس هي الفكره ان احنا مخنا عشان يغير سلوك او عاده بيقعد 120 يوم، انت متخيله 4 شهور. فتخيلي بقى الدايت اللي هو مجموعه من السلوكيات او مجموعه من العادات، فبناخد وقت. بس انا دايما بقول لهم انا ليه بزهق من الحياه الصحيه، انا ليه بزهق ان انا يبقى شكلي حلو وصحتي حلوه، ما انا بالتدريج هوصل اللي انا عايزاه. وكمان في نقطه مهمه، احنا في الدايت بنطبق قاعده 80-20. قاعده 80-20 دي ان انا 80% من حياتي في الاكل ممكن اقضيها هيلسي من البيت والدنيا تمام، ولازم اظبط ده واكل حصتي من الخضار وحصتي من الفاكهه وحصتي من الميه، عشان الناس اللي بتقول انا وشي بيتاثر مع الدايت. فاحنا لما بنحافظ 80% على الكلام ده واسيب بقى 20% ممكن اعك فيهم. فبالتالي انت مش هتزهقي، بس بشرط تطبق الحاجات اللي احنا قلنا عليها. طيب ده مهم جدا. من ضمن الحاجات اللي قلتي عليها ان احنا نشرب ميه كتير. طيب هنشرب ميه كتير ازاي؟ ما هو الواحد وهو في الدايت او في التثبيت زي ما بتقولي هيخاف يشرب ميه فوزنه يزيد. دي الناس تقول لك اصل انا عندي ميه كتير اشرب ميه ازاي؟ بصي، هو الاصل في شرب الميه ان انا اخد فايدتها. يعني لازم الفايده بتاعتها ان انا عندي 40-60% ميه. بس الجسم بيحب الحاجه اللي ليها فايده عاليه عنده قوي بيمسك فيها ما بيسيبهاش. ازاي؟ انا كل ما احس ان انا مش بديله ميه، الجسم بيحس مش بديله ميه كويس، بيعمل ايه؟ يبتدي يمسك في الميه بتاعته وايه ويخزنها. طب انا لو بدي ميه كويس، بدي حصتي من الميه اللي انا محتاجاها، فبالتالي مش هيحصل عندي اختزال للميه. فالناس تبقى متخيله ان انا لو عندي ميه زياده ما اشربش ميه، لا ده الجسم بيخزن لو ما اخدتيش الميه كويس. فلا عادي مفيش مشكله. طيب دلوقتي في برضو موضوع المكملات الغذائيه،
هو الصح ان احنا ناخدها مع الدايت ولا لا؟ في ناس بيقولوا لا مش هاخد حتى ولا فيتامينات ولا مكملات ولا اي حاجه. اه تمام ده عشان ما تخنش. اه يعني احنا لما بنقول للناس لازم تحافظي على نزولك ان ما تفقديش فيتامينات فتقول لك لا انا مش عايزه اخد فيتامينات. بس هو اوريزي ان احنا بيبقى جاي لنا ما فيش واحده ما جربتش في الدايت مع نفسها حتى، فالطبيعي بتيجي في حاجات واقعه عندها. فبصي هي دي مدرسه كبيره قوي احنا مش عايزين نتعمق فيها، بس هي الفكره ان فعلا انا باجي اوريدي هي جايه واقع عندها حاجات زي مثلا فيتامين د، زي مثلا المغنيسيوم، تلاقي كلهم يشتكوا من الامساك. يعني انا يا دكتور اول ما ادخل في الدايت يجي لي امساك، فالطبيعي ان لازم بقى الطبيب المتخصص اللي هو بيعالجها هو بيبقى عارف ايه اللي ناقصها، فبالتالي مش هتاخد الحاجه اللي تفتح شهيتها او تتخنها. بس هي مهمه بس مش مع نفسي، لازم بسال طبيب اللي انا معاه. اه طبعا اخد ايه وما اخدش ايه. بس مش ماخدهاش خالص. ازاي بقى في اتنين ممكن يبقوا بيعملوا نفس الدايت وواحده تخس اكتر من الثانيه؟ لا ما هو بصي الموضوع ده بقى ده طبيعي، لان احنا عندنا اختلافات في individual variations، في اختلافات في السن، في اختلافات في المجهود نفسه اللي انا بعمله، في اختلافات في الهرمونات بتاعتي بتختلف من حد لحد. وبعدين لسه قلت لحضرتك انت قلتيها من شويه النزول الصحي، انا مش شرط ان انا احكم على نفسي زي الحد اللي انا واخده منه الدايت بتاعه اللي هو اختي او صاحبتي. انا ممكن هي مثلا تكون مش ماشيه بنظام صح، ممكن تكون هي بترستريكت قوي النشويات، بتشيل حاجه من عندها فتبتدي تخس كويس جدا على الميزان مفيش مشكله، بس هي بتفقد حاجات كتير مهمه من جسمها وعرضه انها ترجع تاني. فمش معنى ان هي بتنزل كتير قوي ان هي صح، لا انا ممكن انا اللي اكون بنزل كويس بيغير مقاسات جسمي، شكلي بيتغير، بس مش شرط ان انا انزل كتير على الميزان. فمش شرط ان الحد اللي بينزل احسن اكتر هو اللي بينزل احسن، لا مش شرط. عشان كده احنا بنقول لازم محدش يطبق الدايت بتاعي تاني، في individual variations من الناس. يعني انا ممكن اعمل نظام حلو جدا 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 واجيب عليه نتائج حلوه جدا، واختي نفس اختي تعمله، بس هي ممكن يكون عندها مشاكل مرضيه، ممكن يكون عندها مشاكل حايشه ان هي تقدر تنزل على النظام ده، احنا مش عارفينها. فدي برضو لازم نرجع لطبيب متخصص فيها. انت قلتي كمان ان السن في الدايت كل سن بيبقى ليه نظام غذائي معين. اه طبعا دي حاجه يعني ممكن الناس ما تركزش فيها، عشان كده ياخدوا الدايت من بعض وما يركزوش في موضوع السن. ده مظبوط. اه يعني حتى احنا دايما بنقول للناس بلاش حته ان انا اخد دايت ترندي من على الفيسبوك واعمله، لان ده انا ما اعرفش هو هيليق معايا ولا مش هيليق معايا، هياثر عليا ولا مش هياثر عليا. فالطبيعي ان كل سن وكل مرحله ليها دايت معين، فده مهم جدا. خليني بقى اكمل لك الحته بتاعت الثبات بتاعت الوزن. ان احنا عندنا اول حاجه قلنا اللايف ستايل لازم نخلي بالنا منها، الى جانب طبعا النظام الدايت زي ما احنا قلنا يبقى نزول صحي. في حته حابه اقولها للناس عشان بيبقوا متضايقين جدا، ان يا دكتور ازاي هقدر اقلل الكميات؟ انا عايزه اقول لك ان احنا مع الاستمراريه لفتره طويله بيبتدي حجم المعده بتاعتنا تقل، فتحسي ان اللي كنتي بتاكليه في البدايه مش قادره تاكليه دلوقتي. فكل ما باخد فتره طويله كل ما كان ده بيبقى احسن كتير، فانا بخرج اوريدي متعوده بعد الفتره دي ان انا مش قادره اكل الحاجات الكتيره اللي انا كنت باكلها في الاول. فاحنا خليني اقول ان التثبيت هو بيجي من اول يوم في رحله الدايت، ان انا لازم اقلم نفسي، اغير المايند سيت بتاعتي، الافكار بتاعتي اللي انا عماله اخدها عن الدايت. ما ينفعش اقعد اسمع من هنا واسمع من هنا، لازم يبقى عندي افكار واتغيرت من البدايه من اول يوم في رحله الدايت. لازم اقلم نفسي ان انا هاخد وقتي، ان انا لازم انزل النزول الصحي اللي يحافظ عليا، يحافظ على بشرتي، يحافظ على شعري، يحافظ على صحتي. انا عايزه اقول لك ان احنا بيجي لنا ناس تبقى هي مثلا عامله دايت قبل كده، تقول لي دكتور وتبقى صغيره في السن، ولا دكتور انا حاليا ما عدتش بقدر اطلع السلم زي الاول، انا بحس ان انا تعبانه، ان انا جهدي قل كتير. نسمعها كده من بنات صغيرين، ده نتيجه ايه؟ ان هي ما عرفتش ايه اللي واقع منها، كسرت حاجات كتير. فخلينا نغير الافكار عشان نقدر نثبت، دي مهمه جدا. طيب برضو في يعني كل ما السن بيكبر كل ما بنخاف ان احنا نعمل دايت علشان شكلنا ما يعجز. اه مظبوط، ناس كتير كده هي تقولك لا انا استحمل وجع ظهري، استحمل اي حاجه، بس انا مش عايزه وشي يخس. بس عايزه اقولك ان اللي بياخد حصته من الميه ومن الخضار ومن الفاكهه
بيقدر يحافظ جدا على موضوع الوش ده. هو اصلا الوش بيخس اكتر ليه مع الدايتات اللي احنا بنشوفها؟ لانهم بيفقدوا عضلات اكتر، بتبقى الدنيا مش ماشيه تمام، غير كمان شرب الميه. احنا زمان انت حضرتك سالتيني السؤال من شويه، قلتي لي الناس بتخاف تشرب ميه عشان ما تزيدش او جسمها ما يخزنش ميه. لا بالعكس، ده انا لما باخد حصتي من الحاجات دي وبحافظ على الفيتامينز بتاعتي، انا وشي ما بيتاثرش خالص. اي نعم بنحترم طبعا التغيير اللي بيحصل في البشره نتيجه السن، بس الدايت مش هياثر بالشكل اللي الناس متخيلاه لو انا التزمت على الكلام اللي انا قلت لحضرتك عليه. طيب بالنسبه بقى للميه، انت بتتكلمي على فوائدها، لكن في ناس بتعمل رجيم الميه اللي هو يوم او اكتر، ده صح ولا غلط؟ لا احنا ضد الحاجات دي. احنا ضد احنا لازم الجسم ياخد، حضرتك قلتي لي من شويه في الاول، لازم الجسم ياخد كل عناصره الغذائيه اللي هو محتاجها. صح، يعني كل يعني اي دايت لازم يبقى فيه كل العناصر الغذائيه، ما يتحرمش من حاجه او ازود في حاجه. طبعا احنا وبرده احنا بنختار النظام حسب الحاله اللي قدامنا. في ناس ممكن نقللها في حاجات بس حسب حالتها، بس مش بنشيل. ممكن بنقلل زي اللو كارب مثلا، احنا بنقلل ولكن لازم بكون يعني ليها حسبه كبيره كده لازم نحسبها، لكن ما ينفعش نشيل، ما ينفعش نمنع، ما ينفعش نقعد كام يوم من غير اكل خالص، ناخد 3 ايام فاكهه، لا الكلام ده مش حلو. طيب احنا دلوقتي هننزل على الشاشه طرق التواصل مع جو، مع شركه جو، منتجات جو، كل بقى السوشيال ميديا بتاعتهم، واي حد عنده اي اسئله عايز يتواصل معاهم يقدر ان هو يتواصل معاهم للسؤال بقى على الدايت وطرق الدايت والمنتجات المختلفه لجو. بشكرك جدا يا دكتوره في نهايه الحلقه، شكرا ليكي يا حبيبتي. تسلمي يا سوده. شكرا ليكي، وبشكركم مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.